حاجتين مهمين عايزك تعلق على أباظة حسن أبو الروس، وده كان برضو مهم. هرجع لك تاني، ما تقلقش انا بقى فتمام قفزت قفزه. والحاجه الثانيه ان ازاي اتحول للقصه بتاعته ان هو تطرف او تدين حسن. يعني حسن احنا زي ما قلت لحضرتك احنا اسره اصلا، احنا كلنا اصحاب قوي يعني، وحسن قريب مننا كلنا وصديقنا العزيز. ومن اول لما بدانا نعمل موضوع الاوديشنز والكاستنج ده، في يوم كده انا كلمت حسن قلت له يعدي عليا في المعادي، وكنت انا نازل مع امير يعني، فشفتهم هما الاثنين جنب بعض، وكلمت يحيى وقلت له حسن هو أباظة طبعا يعني. وفعلا حسن برغم انه حسن ابو الروس يعني كوميديا اكتر، كلنا شفناه اكسنتريك شويه، كلنا شفناه ان لايت كوميدي، فبالنسبه لنا يمكن ما يجيش في الكاستنج خالص في دماغكم. لا بالعكس، حسن اللي يعرفه على الحقيقه يعرف قد ايه هو انسان مخلص شغله جدا، فنان وممثل شاطر جدا، حسن ممثل مسرح قدير يعني. فهو الحقيقه من اول ما قرى الورق هو كان عنده صبغه كده يعني، كان عارف هو شكله هيبقى عامل ازاي، وعارف الفرق ما بين الفترة بتاعت التسعينات والفترة الوقت الحاضر كان هيبقى شكله عامل ازاي. وطبعا هو يعني بنوجه له التحية.